السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبايبي دي رسالة الملائكة ليكم النهاردة. الرسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. ورسالة النهاردة وكأنها رسالة اطمئنان. يعني انا وانا بكلمكم كده حاسة اني قاعدة في حلقة من الذكر، حاسة اني قاعدة في مجموعة من الارواح الطيبة المتوفية، وهي جاية بمثابة اطمئنان لك انت. يعني بتوصلك رسالة بانك تطمئن، عائلتك الروحية معك تحيط بك الان، وهي رسالة من اشخاص متوفية. العائلة الروحية هم روحانيات من أرواح الناس اللي أنتم بيعزوا عليكم، أو من عائلتكم، أو يمكن من غير عائلتكم، ولكنها عائلة روحية لكم محيطة بكم الآن. في رسالة اطمئنان لكم منهم، ورسالة اطمئنان لكم من الملائكة، وكأنهم بيحاولوا يطمنوك في شيء معين انت قلقان منه. بيقولوا لك لا تقلق، اهدأ واطمئن، فان عائلتك الروحية محاطة بك الان، وملائكتك معك، الله معك، كل من في الارض يساندك ويساعدك في هذا الوقت. اعلم اني كل إنسان ربنا هيحطه في طريقك في هذا الوقت هو من الله تعالى وملائكته. يعني هم هيحاولوا يرشدوك للطريق الصحيح بأشخاص هيجوا في طريقك أو في حياتك في الأيام القادمة. ولكن رسالة الاطمئنان بتقول لك ما تقلقش في الموضوع اللي أنت ماشي فيه، أو في الشيء اللي أنت بتفكر فيه، لان احنا معاك في هذا الوقت، هنسندك وهنساعدك في كل شيء انت بتتمناه، او انت عايز تحقيقه، او انت عايز نجاح فيه. يعني هما دلوقتي بيقولوا لك لا تقلق، في اكتر من كده مساندة روحية يعني حواليك وبيطمنوك، والواحد قاعد حاسس انه محاط بالنور. صدقوني انتوا ما شاء الله نورانيتكم وصلاني، نورانيتكم والروحانيات اللي حواليكم يعني اتصالهم قوي جدا بيكم، كمان سبحان الله طاقتهم وصلاني وحاسة بيهم ان هم عايزين يوصلوا لك الاطمئنان لقلبك، عايزين يطمنوك لشيء انت عاوزه او انت خايف منه. دي رسالة اطمئنان لكم انتم يا اللي صح شفتم الرساله، لكم اشخاص من العالم الاخر متوفيين، ولكم روحانيات ونورانيات عاليه جدا وبتحاول توصل لكم رساله اطمئنان. بيقولوا لك انت قوي، انت قادر على كل اللي انت بتفكر فيه ده، بس حاول انك تتمسك بينا ولا تهملنا. يعني اتمسك بالروحانيات اللي حواليك، اتمسك بالنورانيات اللي معاك، انت معاك نعمة كبيرة جدا. حاول انك تكسر من التأملات، هم عاوزين يتواصلوا معاك، عايزين يتواصلوا معاك اتصال فعلي. اقعد زي ما قلت لكم في خلوتكم، وامسكوا ورقة وقلم. اذا الورقة وقلم ما تحركتش في الخلوة لوحدها، اعرف انك انت هتكتب اللي هيجي على بالك. يعني ناس بتقعد في الخلوة حسب الاتصال الروحي القوي اللي معها مع التأمل وذكر الله، بيحطوا ايدهم على الورقة بيلاقوا ايدهم بتكتب لوحدها، وناس تانية بتكتب الافكار اللي جت في دماغها وتبقاش منها، وناس بتهمس في اذنها بهمس بسيط ولكنهم بيستوعبوه، عقلك الباطن بيستوعب الفكرة وبتجيلك الفكرة اللي انت عايزها في لحظة. حاول انك تتأمل وتمسك الورقة والقلم زي ما قلت لكم في الخلوة، وأي شيء يخطر على بالك في هذا الوقت
اكتبه على طول، واعمل الخلوة دي لمدة أقل شيء نص ساعة، تذكر الله، تستمع إلى ذكر الله، وانت بإذن الله محاط بك نورانيات عالية جدا من الدرجة الأولى. يعني انت انسان الله اكبر عليك، عندك اتصال بربنا واتصال روحي واتصال ملائكي، انت انسان يعني مفعم بالروحانيات. الله اكبر عليك، فانت معاك حماية ورعاية إلهية واتصال ملائكي وروحي، وكمان بيطمنوك على اي شيء انت بتفكر فيه ان هم معاك وهيخلوه يحصل بإذن الله. لو انت عاوز الشيء ده يحصل فكر فيه وهو هيحصل بإذن الله، وتحدث معانا. يعني ملائكتك بتقولك اتكلم معانا وانت قاعد في الغرفة. لو انت مش عايز تحس انك بتكلم نفسك، امسك نبتة، امسك وردة صغيرة، وحاول انك تكلمها على انها ملاكك الحارس او الروحانيات اللي قاعدة معاك او مرشدك الروحي. حاول انك تمسك النبتة دي وتكلمها وتقول كذا وكذا وكذا وكذا، شوف انت نفسك في ايه يحصل، وقول يا رب انا عاوز كذا وكذا وكذا، اللهم سخر لي ملائكتك وجنود الارض والسماء لمساعدتي يا رب العالمين. وبعد كده تقدر تتكلم مع الملائكة او مع الروحانيات والنورانيات اللي حواليك انك ساعدوني في هذا الشيء، اعطوني الافكار الصحيحة او الرسالة المناسبة لطاعة قدام عيني الاقي فيها الحل المناسب لمشكلتي او للحاجة اللي انا عاوزها. صدقني مش هيفوت اليوم الا وهتجيلك رسالة قدام عينك او حلم منام او كلمة او جملة تأتي قدام عينك الا وفيها الحل بإذن الله لكل شيء، حتى لو جواب على سؤال. فإنت اعمل التأمل كل يوم نص ساعة، يا إما تنعزل صباحا يعني الساعة 5 الصبح كده، الساعة 6 الصبح، في وقت ما بيكون الناس نايمين انت اصحى واعمل التأمل ده لوحدك برة مع نفسك كده، هتلاقي نفسك الاتصال الروحي بيزيد في اوقات الصبح بدري قوي، وكمان في اوقات اللي هم الثلث الاخير من الليل بتنشط فيه الروحانيات بطريقه كبيره جدا. وانت يمكن وانت بتقرا القران او وانت بتذكر ربنا بتحس بلمسه على ايدك او على رجلك او على جبينك وانت نايم، وكاني لمسه خفيفه كده تشبه لمسه الريش. ممكن كمان تحس اني مثلا في زي نسمة هوا خفيفة جت في وشك مرة واحدة كده، نسمة ساقعة جميلة. ممكن كمان تحس بالسخونة في الجسم لبعض الوقت كده، حاجة بسيطة جسمك يسخن مرة واحدة وبعدين يروح. دي علامات لحضورهم معاك في الغرفة. وكمان الريحة الطيبة، لو انت شممت ريحة طيبة حواليك علامة ان النورانيات معاك في هذا الوقت وبتساعدك حتى ولو بالفكر، بتقولك كلمنا في هذا الوقت، بتكون خلاص دي علامة ان هم معاك. ممكن خبط او نقر في اي مكان تسمعه، ده برضو بيدل ان هم حاضرين معاك. فرسالتك كلها بتدل انك محاط بالنورانيات ومحاط بالعائلة الروحية، ورسالتك بتقول اطمئن فهم معاك وبيساعدوك في كل شيء، وما تيأسش ابدا، وما تحاولش انك تفقد الامل في شيء. يعني خليك دايما متفائل لان هم هيساعدوك في كل شيء. فكن اليوم في طاقة ايجابية عالية، لان عائلتك الروحية تحاط بك وملائكتك ومرشدينك الروحانيين حواليك بيحاولوا يرشدوك بكل الطرق علشان تلاقي طريقك وجهتك. انا كده خلصت رسالة حبايب قلبي، يا رب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.